السلام عليكم. اللي يبحث عن افضل جهاز تصويري للكشف عن الذهب والمعادن والفراغات تحت الارض، نقدم لكم اليوم جهاز اجاكس جاما من شركة اجاكس الامريكية. اليوم راح نتعرف على برامج الجهاز. طبعا الجهاز بيشتغل بثلاث انظمة مختلفين عن بعض: نظام الجراديو سمارت الصوتي، نظام المسح التصويري ثلاثي الابعاد، ونظام المسح المباشر. النظام الاول في جهاز اجاكس جاما هو نظام الجراديو سمارت. هو نظام صوتي بقدر اشتغل به من خلال سنسور الجراديو سمارت. هذا النظام بقدر اشتغل به في الارض وبقدر اعرف المعادن والفراغات الموجودة، وبيعطيني اياها عن طريق مؤشر على الشاشة بيميز لي بين الفراغات وبين المعادن الموجودة. تاني شيء، انا بقدر كمان يساعدني اثناء الحفر، لما بوصل للمنطقة اثناء الحفر بيقدر يعرفني وين بالضبط مدخل الهدف، وبيعطيني طبعا طول ما قربت للهدف طول ما زاد المؤشر على الشاشة. وكمان بيساعدني على الكشف على الجدران، بيقدر يعرفني الفراغات والمعادن اللي موجودة عندي. هذا النظام كمان ايضا بيعطيني العمق على الشاشة، بقدر اعرف عمق الهدف المكتشف المباشر. من خلال هذا النظام بقدر اعمل مسح سريع للارض او المكان اللي هشتغل فيه تصوير، وبيقدر يعرفني شو المعادن الموجودة او الفراغات. من خلال هذا النظام بقدر ان انا استخدمه بحيث ان انا اوصل لمكان فيه هدف، بقدر اعمل علامة، وبعدين بقدر اشتغل بعدها بالتصوير الثلاثي الابعاد، واقدر اعرف عمق الهدف، اقدر اعرف حجم الهدف، واقدر اعرف كمان الشكل الهندسي للهدف. الآن رح نعمل معايرة أرضية للجهاز. المعايرة الأرضية هي التعرف على التربة، وبيقدر بعدها الجهاز يعزل كل الأحجار المشعة والصخور البازلتية اللي ممكن تأثر عليا أثناء الكشف. بس أعمل معايرة أرضية وامشي بالجهاز، الجهاز رح يكتشف على الشاشة ويعطيني الأهداف اللي الجهاز اكتشفها. يعني اللون الأخضر ده بيدل عن وجود أرض ما فيها أي شيء، اللون الأزرق بيدل عن وجود فراغ فبيعطيني عليه لون أزرق، اللون الأحمر هو بيدل على وجود معادن. فزي ما احنا شايفين الحين الجهاز اداني معادن، هي الخرسانة اللي موجودة عندي تحت المكان اللي بكشفه. لو بعدنا عنها راح الجهاز يعطيني لون اخضر ان هو ارض فاضية ما فيها اي شيء. بس نرجع تاني على المكان اللي فيه المعادن، الجهاز راح يعطيني اللون الاحمر اللي هو وجود الخرسانة اللي موجودة عندي. فطبعا ده بيقدر يفيدني اثناء الكشف. بعمل كشف سريع، بقدر اعرف ايه المعادن اللي عندي، ايه الفراغات اللي عندي، وبناء عليه بعدها بقدر اشتغل تصوير ثلاثي الابعاد، واقدر اعرف المعدن وعمقه وحجمه وشكله الهندسي كمان. دلوقتي هنتكلم عن النظام الثالث اللي موجود في جهاز اجاكس جاما، هو نظام التصوير الثلاثي الابعاد. طبعا تصوير الثلاثي الابعاد انا بقدر مثلا اصور مكان 5 متر في 5 متر او 10 متر في 10 متر. طبعا انا بقدر اتحكم في الطول والعرض اثناء الاختيارات لما اجي اشتغل بنظام التصوير الثلاثي الابعاد، وبيقدر يعطيني رسمه ثلاثيه الابعاد بقدر من خلالها اقدر اعرف شكل الهدف اللي عندي او حجمه او نوعه وعمقه كل شيء. مثلا زي المثال اللي موجود معانا ده مثال مثلا لارض فيها فراغ وموجود فيها مجموعة من المعادن، ممكن تكون قريبة لصناديق او يكون قطعة معدن كبيرة. تمام، طبعا بقدر اعرف العمق وبقدر اعرف القيمة اللي هي قيمة المعدن او نوعية المعدن من خلال الرسمة. بقدر زي ما انت شايف هنا مثلا العمق معطيني 3 متر والقيمة 644، هي قيمة المعدن يعني نوعية المعدن. وايضا بقدر اعمل رسمة ثلاثية الابعاد، بضغط على زر رسمة ثلاثية الابعاد وبقدر اعرف شكل المعدن اللي موجود عندي على الشاشة، بقدر اعرف شوف رسمة ثلاثية الابعاد لشكل الهدف ان كان الفراغ او المعدن. وكمان ايضا بقدر اتحكم ان انا اعمل مثلا اخفاء للمعدن، اخفاء للفراغات دي برضو بقدر اتحكم فيها اذا كنت بدور على حاجة معينة ان كان فراغ او معدن. لو رجعت للرسمة تاني بقدر كمان اقدر اعمل حفظ للصورة وخليها عندي في المحفوظات، لاني بعدها ممكن ارجع ليها تاني وارجع اشوفها تاني واقدر اعرف الرسمة بتاعتي اذا صورت اكتر من مكان او اذا كان الجهاز اكتشف معايا اكتر من هدف في مكان اماكن مختلفة. كان معاكم اخوكم حسام من شركة بي ار ديدكتور في دبي. لطلب الجهاز يرجى التواصل معنا على الارقام الموجودة تحت الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.